دكتور عبد المنعم سعيد، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. سعداء بوجودك جدا، والاسئله كثيره جدا جدا جدا، لكن عايزه ابداها بسؤال ممكن يكون مطروح في ذهن الكثيرين. كخبير سياسي، كيف ترى العالم من حولنا الان؟ فكره ما هو حادث وباء طبعا مستمر، الولايات المتحده الامريكيه، تايوان، روسيا وأوكرانيا، العالم المضطرب ده في إيه؟ هو في لحظة مراجعة كبيرة للعالم بعد انتهاء الحرب الباردة. احنا في العلوم السياسية او في التاريخ عارفين نقول العالم مع الحرب العالمية الأولى، الثانية، الحرب الباردة، ما بعد الحرب الباردة وانتهاء الحرب الباردة. المسألة دي مرت 3 عقود. عادة الانتقال من عالم إلى عالم آخر بالنسبة للنظام الدولي اللي احنا اللي بنتكلم عليه، هو أنه إيه علاقات القوى اللي موجودة؟ هل تغيرت؟ الذي حدث هو أن علاقات القوى بتتغير في العالم الآن، أنه حصل المشهد الكبير بتاع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. هو في الحقيقة ملخص لحالة وهن توجد في المجتمع الغربي. في نفس الوقت في حالة صعود كبير للصين، فده تغير في موازين القوى. أقطاب العالم هتختلف؟ بتبتدي المسألة بقى اللي احنا لما نبقى في مرحلة الاختبار دي والمرحلة الانتقالية دي، بيبتدي يبقى لازم أحيانا يكون فيها توتر، يكون فيها عنف، يكون فيها حروب، يكون فيها أيضا فرص كبيرة جدا للتعاون. الحرب العالمية الثانية انتهت بالأمم المتحدة واليونسكو والصندوق النقد الدولي إلى آخره. نفس الحكاية اللي احنا فيها دلوقتي، هل أولا العبور من مرحلة المراجعة، وثانيا كيف إنها سوف تحاول أن تتمأسس بشكل مختلف عما كانت عليه من قبل. طيب دكتور عبد المنعم سعيد، حضرتك توليت مناصب كثيرة جدا جدا، على سبيل المثال مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والآن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية. أيوة، هذه المجالس ما هي إضافتها في الحياة العامة؟ في حاجتين لازم الناس تعرفها، أن مراكز البحوث يا إما أنها مراكز للبحث فقط، وفي اللي هو أنها مراكز للتفكير وإعانة القرار، اللي بيسموها think tanks، مراكز للتفكير. فالمراكز عندنا الاثنين، سواء الاهرام او المركز المصري، بيلعبوا الدور، المركز المصري اكتر، وانا كنت عملت فتره حاجه اسمها المركز الاقليمي. دي كلها think tanks، ما هياش ريسيرش. مركز الاهرام يتميز ان هو موجود في مؤسسه نشر، بالاضافه انها مؤسسه صحفيه كبيره، وبالتالي هو في حد ذاته مكان للبحث، مشروعات بحثية، بيحاول يصل إلى أصول المسائل. إنما المراكز الأخرى اللي هي think tanks بتبقى بتدور حوالين اللي بيسموه تقدير للموقف، وتبلغ به من يهم الأمر في الدولة، وبعضها بيكون للرأي العام من أجل إثارة التفكير بصدد قضايا بعينه. ده أنا أعتقد إنها الاثنين في الأهرام وفي المركز المصري، كلاهما يقوم بدور هام في الحياة المصرية.